أكدت الحكومة أن المفاوضات المشتركة بشأن تدشين خط الرورو للنقل البحري بين مصر وتركيا تجرى على قدم وساق لتيسير حركة التجارة بين الجانبين. جاء ذلك خلال زيارة وزير التجارة والصناعة أحمد سمير لتركيا، حيث استعرض مع رئيس الجانب التركي في مجلس الأعمال المشتركة مصطفى دينيزر الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري. ويأتي لقاء الوزير في إطار زيارته الحالية لمدينة إسطنبول للمشاركة في الاجتماع غير الرسمي لوزراء تجارة مجموعة دول الثماني الإسلامية النامية. وأكد الاجتماع الوزاري الثالث لوزراء تجارة اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بمنظمة التعاون الإسلامي.